الرز اسهل حاجة تقدري تعمليها، انا هعلمك. رز مصري، رز بني، رز بسمتي، الوان غذائية، فلفل حلو وكوسة وجزر ومرقة. دايما ننقع الرز علشان نتخلص من كمية النشا الموجودة. نحط المرقة ومعلقة زبدة والرز. مقدار المية دايما نقيسه ببقالة الصباع. الأطفال دايما بتحب الألوان. نقدر نعمل رز ملون وكل ده في حلة واحدة. ونحط الخضار. دايما نوطي النار علشان يستوي براحته. المعلقة هتخلي الرز يعجن. دايما نقلب بالشوكة. نقدر نحمر الرز علشان يديله لون وطعم حلو. ونحط المية والملح. للرز البني عايزين 2 كوباية مرقة وزيت. الرز البني اللي بيعمله رجي. الرز عنصر أساسي في حياتنا، إذا كان بني أو عادي أو ملون، اختاري النوع اللي يناسبك.